التواصل ما بيننا عن طريق المزيكا، فكويس ان احنا ايه نتكلم. فبس فطبعا الحفل بيسألني اي حاجه يا ريت طبعا، غير ان انا بقى منتظركم في الحفله ان شاء الله اللي جايه يوم 19. وليه سميته كون؟ لان انا ممكن من ساعه اليقين انا كنت بحاول اجرب حاجات مختلفه، منها اصوات مختلفه، خبرات مختلفه بحاول اعكسها في المزيكا بتاعتي. فكون ممكن اقول ان انا كنت وصلت اللحظه ان انا عارف انا عايز اعمل ايه، ايه الاصوات اللي عايز اطلعها، ايه الاحاسيس اللي انا حاسس عايز اطلعها زي ما هي بالظبط، من غير ما افكر ان انا ايه الترند مثلا اللي ماشي او ايه الاصوات اللي عاجبه الناس اكتر. انا مطلع اللي انا حاسه بالظبط، طريقه ان انا هشوف هيتواصل ازاي مع الناس. والحمد لله اللي اكتشفته ان الواحد كل ما هو يكون صادق مع اللي هو بيطلعه في اي عمل فني بيوصل اسرع للناس. انا جربت ممكن اقول اصوات وجانرز مختلفه، زي الحكايه مثلا. الحكايه كذا حد كان بالنسبه له ان انا ستايل جديد عن اللي انا عملته، فدي كانت تجربه حلوه ان انا اجرب حاجات مختلفه. هو 10 تراكات، كان هيبقى في تراك مع المطربه الهنديه تانفي شاه اللي هي غنت في فيلم سلام دوج مليونير، بس قررنا ان احنا ننزلها كسنجل لوحدها عشان ما يبقاش اغنيه في وسط البوم موسيقي، فدي هتشوف النور قريبا جدا ان شاء الله. لا انا ما فكرتش فيها كده. انا دايما يا اما لو جت فرصه معينه تواصل ما بيني وما بين الفنان ان احنا يلا نعمل حاجه، او ساعات بتطلع مثلا فكره مقطوعه او مشروع عايزين نعمله، بنشوف ساعتها مين اللي ينفع معانا، مش بنفكر. بالعكس انا هدفي ان انا بتعاون مع الفنانين كلهم من حول العالم خليج وبره، لان هي بالنسبه لي الموسيقى هي لغه عالميه، هو ده الهدف اللي انا ماشي بيه. هي فكره ان هو ممكن نعمل ماتشنج بقى مثلا حاجه طبعا 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 حاجه حلوه. لا 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 يعني ان شاء الله يبقى عادي الفتره الجايه. هو انا الالبوم ده يعني ممكن يبقى اكتر البوم اخد وقت، لان انا فعلا كنت عايز اطلع فيه الرؤيه الكامله اللي هي من المقطوعات اللي انا عايز اعملها، من القصص اللي احكيها عن طريق الالحان، من الفكره اللي في توزيعات اوركسترا بحيث ان ده يبان كمان في الشغل. فبس فده كان يعني اكتر حاجه الفتره اللي جايه. بص انا ما بحبش اقول خليجي امريكاني، هي بتتقال كده عامة. لا انا بالنسبه لي المزيكا مزيكا، الواحد بيعملها ممكن تطلع خليجي ممكن تطلع لاتيني. انا بمشي بالمبدا ده. عايز اشكر ثلاثة. اول حاجه عايز اشكر مريم وتقى. مريم هي اللي بتلعب تشيلو معايا وهي اللي مسجله في الالبوم تشيلو، وتقى هي اللي بتلعب قانون. كل القانون انتوا سامعينه في الالبوم تقى اللي مسجلاه. وعايز اشكر نسمه الشاذلي، تعالي، اللي كانت بتتكلم في المايك. نسمه هي الاكزيكتيف بروديوسر اللي بتشتغل معايا من بدايه موضوع الشو، هي المايسترو اللي خلف الستار اللي بتوضب كل حاجه معانا، يعني هي اللي بنفكر مع بعض. والاغاني اللي هي شوف بقلبك وكل الاغاني اللي انا عاملها هي اللي كاتباها، فنسمه اللي كاتبه الكلمات بتاعت شوف بقلبك وسهله وبسيطه وكل الكلام ده.